مشاهدينا الكرام، في سياق الجولات الميدانية لتلمس احتياجات المواطنين عبر فضائية الحقيقة الدولية، نحن الآن في منطقة أم رمانة. هذه المنطقة التي تقع غربي محافظة الزرقاء، وتحديدا في منطقة أسكان المكرمة الملكية. وصلتنا العديد من الشكاوى، لنستمع إلى موجز ملخص عن مضمون هذه الشكاوى. معنا الأستاذ جلال الخلايلة، عضو مجلس محافظة الزرقاء. أستاذ جلال، لو تلخص لنا القضية. أبلغوهم الديوان الملكي بأنه الكهرباء والمية على نفقة أو على حساب أو مكرمة من جلالة الملك الله يطول بعمره، منذ 13 عاما، من سنة 2008. يتفاجئوا بعد حوالي 10 سنوات شركة الكهرباء بتطالبهم بأثر رجعي. أقل بيت عليه 3000 دينار. اللي بياخذ يتقاضى راتب من التنمية الاجتماعية من صندوق المعونة الوطنية 80 دينار، وساكن بمكرمة ملكية لا عليها مواصلات ولا عنده شغل ولا عنده صحة، وبتقول له الآن ادفع عليك 3، في ناس عليهم 3500، في ناس عليه 4000، وبتقول له ادفع بنقسط لك اياهم على مدة عام، يعني بدك تدفع كل شهر 300 دينار غير فاتورتك. طبعا. يا شركة الكهرباء، هل هذا عدل؟ هذا يتقاضى 80 دينار. انا بناشد الحكومة، بناشد وزير الاشغال العامة، لانه لغاية الان هذا الاسكان الفواتير باسم وزارة الأشغال العامة. من 12 سنة ما حدا طالبنا نهائي بالكهرباء ولا بأي مساعدة ولا بأي حضور من المحافظ ولا من أي جهة. شايف كيف؟ وهي إهداء من جلالة سيدنا. جاءت السيدة وزيرة التنمية وهالة بسيس وقالت المية والكهرباء على حساب الديوان الملكي وعلى حساب وزارة الأشغال، وهذا ما نعرف وقطعوها علينا والمقبرة أكثر من مسكنا. ما إلنا غير رب العالمين، إحنا بدنا حدا يطلع على حالنا. والله العظيم كهرباء، إذا أول ما سكننا هون كان كهرباء علينا 350 380 كل بيت. ليش إحنا شو ذنبنا نستلم الدور بس حيطان؟ أنتم مش معفيين من الكهرباء؟ جانا علينا سيارة من الديوان حكت لنا معفيين من المي ومن الكهرباء، هسا الكهرباء مقطوع علينا، مي ما عنا، كل يوم يجونا انذار، كل يوم يجينا انذار، ليش طيب؟ احنا اردنيين معنا رقم وطني، بدنا جلالة الملك يطلع على حالنا، وبنشكره احنا على مكرمته. ليش شو ذنبنا؟ شو ذنبنا نسكن هيك؟ شو ذنبنا السكن هاي؟ احنا نروح نجيب خبز دينار نحط اجاسه دنانير، مش مواصلات، فيش مواصلات، فيش دكان، فيش مخبز، فيش شيء على وجه الارض. احنا سكان المكرمه الملكيه 20 بيت وفي بين 15 حاله، يعني تقدر تحكي كورونا مصابين وعندهم الرئتين تعبانه، وفي 3 بيوت انضرن حجات من ورا انقطاع الكهرباء، كان عجزه الاكسجين، منهن امي ومنهن ام ابو فيز ابو حسام، ومنهن حجه ثالثه ام احمد، نفس الشيء بالمستشفى دخول الان، والمستشفى تقول خذوهن على بيوتكم ومش قادرين ناخذهم، ما في كهرباء نهائيا، وفي 6 طلاب توجيهي الستة من الاوائل على المدرسه يصيحوا بالشارع تقريبا رسبوا، لانه ما في انت عارفين دراسه عن بعد، شطبوا الاسكان، شطبوهم، يعني اسكان المكرم ما اجوا يقطعوا الكهرباء عنهم الا بجائحه كورونا، ووقت التوجيه 12 سنه 13 سنه ساكتين عن الكهرباء. هاي قضيه فساد، اذا انها كانت علينا قضيه فساد تسكتوا انها الا بوقت التوجيه ووقت كورونا قطعتوا الكهرباء. ليش؟ شو السبب؟ معقول واحد منهم يصير وزير خفتوا عليه من طلاب التوجيه؟ معقول هذول الحجات اللي احنا هسه مش عارفين نروح بيهم، مواتير كهرباء بنزين ما معنا نشتري، وين نروح بيهن؟ ما لنا بيوت، ما لنا سكن، ما لنا شيء نهائيا. يعني اللي امه بالمستشفى، اللي اخته بالمستشفى، اللي ابوه، هسه عندنا واحد ابو حسام بالمستشفى، امه بالمستشفى، هذول كلهم كورونا مصابين والرئتين تعبانه، وعندنا عبد الزواهر هذا نفس الشيء بالمستشفى، وامي بالمستشفى نفس الشيء، وين نروح بيهم؟ شو نعمل لهم؟ يعني انت ليش ما خليت الكهرباء لو بس بعد ما عديت جائحه كورونا والتوجيهي؟ انا ارمله وعندي ايتام، الكهرباء مقطوع علي، وانا يعني ما في شيء، لا تنميه ولا راتب تنميه ولا اي شيء، والكهرباء مقطوعه، انا ما اقدر اروح اجيب خبز ولا اي شيء لاولادي الا ما اخذ سياره ب5 دنانير ب3 دنانير، ما في شيء يعني عندنا اللي نقدر نروح نجي بيه. احنا كنا يعني ازمه وكنا سكري وكنا ضغط، يعني ما نقدر نقطع الكهرباء عنا، وانتم قاطعين الكهرباء عنا، وما في اي شيء يعني نستفيد منه حتى نجيب كهرباء نحطها ببيوتنا. يعني إذا مشاهدينا، ملخص لشكوى ومظلمة أبناء منطقة أم رمانة وتحديدا أسكان المكرمة الملكية، تتلخص في العديد من المعاناة، معاناة مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بأبنائهم،
معاناة في مرضى كورونا مع وزارة الصحة، معاناة في الشوارع والطرقات ومع وزارة الأشغال، أيضا معاناة كبيرة جدا لدى شركة الكهرباء الأردنية وانقطاع هذه التيار الكهربائي عن هذه المناطق، بحيث بعد صلاة المغرب تصبح في ظلام دامس. نضع هذه المشاكل بين يدي الحكومة لعل أن نجد هناك من هو مجيب. للحقيقة الدولية من محافظة الزرقاء منطقة أم رمانة، كنت معكم موسى العوضات.